انا قلت انا اولا عملت موقفي انطلاقا من الاتفاقيات الدوليه ومن القانون الدولي العرفي. لما لما تكون هناك التظاهر غير سلمي ويعرف العنف ويعرف العنف بشكل حاد، وسنتقدم بتقرير في هذا الموضوع، صفة الاعتقال السياسي تسقط مباشرة في كل التجارب ديال دول العالم. وبالتالي المقالة التي تقدمت بها لك خونيك في هذا الرأي أظن بأنه تم استيعابه بشكل جيد من الناس الذين لهم معرفة على المستوى الدولي، والناس الذين يظنون بأنه غير محق لهم رأيهم.